مساء الخير في بيوت كتير في مصر عاملة زي الداربي أو بطولة الدوري فريق قصاد فريق الحياة ما بينهم منافسة تكتيك فرق نقط ريمونتادا طول الوقت زي هاجر بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا أنا وبابا وإخواتي في فريق وماما لوحدها فريق تاني خالص ومع ذلك عايزة تمشي كلامها علينا كلنا طب ليه البيت اصلا يتحول لفريقين ضد بعض؟ ويا ترى لما هيختلفوا بقى على موضوع مصيري بيمس حياه كل افراد الاسره هيتصرفوا ازاي؟ تعالوا نسمع الحكايه من الاول ونشوف هاجر بعت تقول لنا ايه؟ اسمي هاجر وعندي 24 سنه قصتي يا سالي اني حبيت اخو جوز اختي وهو انسان محترم جدا كله رجولة وشهامة في صفات كتير حلوة والناس في منطقتنا بتشهد له كده وعلاقتنا حاليا قصة حب أي ما على الاحترام ما فيهاش حاجة تغضب ربنا الحمد لله بنشوف بعد كل فترة في المناسبات بيطمن عليا مرة كل أسبوع أو عشر أيام إحنا مش بنتكلم كتير عشان نحافظ على إن علاقتنا يبقى فيها شوية بركة واحتراما لأهالينا اللي مش كلهم يعرفوا إننا بنحب بعض هو بيحبني جدا انا كمان بحبه قوي مستعده اعمل عشانه اي حاجه في سبيل اننا نكون مع بعض اخر التطورات انه عرف مامته واخوه واختي وقال لهم انا عايزها وبحبها ويعتبر خلاص هيجي يكلم بابا بعد ما استنى فتره يظبط فيها حاله كويس عشان هو قال لي لازم اعمل لك اللي يليق بيكي لما تقدم لك ولحد هنا كل حاجه ماشيه تمام مفيش اي مشاكل بس الخوف بقى كله من اللي جاي طب ايه دام بيحبك وبتحبيه وخلاص الحمد لله ومبسوطه منك جدا بترعوا ربنا في قصه حبكم اللي حواليكوا عرفوا ايه اللي يخوف بقى تعالوا نشوف المشكله كلها يا سالي في ماما اللي شايلة ومحوشة مشاكل قديمة مع أهل جوز أختي خايفة أن أنا وأخوه ندفع ثمنها الموضوع باختصار أنه كان في واحد متقدم لأختي زمان قبل ما تتجوز جوزها الحالي والعريس ده ماما كانت موافقة عليه جدا هي وأختي بس بابا وأنا وباقي إخواتي وكمان عمامي ما كانوش موافقين بسبب أنه ظروفه ومكانته الاجتماعية ما كانتش نفع معانا خالص ولا تليق بينا نهائي. كانت حياته متعبه ده غير مستوى اهله والمنطقه اللي هو منها. احنا مش بنقلل من حد ولا بنتعالى لا سمح الله بس قبل اي حاجه في قصه الجواز دي هو التكافؤ بين الطرفين لازم يكونوا شبه بعض في حاجات كتير زي التعليم والبيئه الاجتماعيه والمستوى الاجتماعي بين الاسرتين عشان يعيشوا مرتاحين مع بعض. ناس كتير ارتبطت وقالت مش مهم الفرق وهنعوضه بعدين وحصلت بينهم مشاكل وخناقات وسابوا بعض في الاخر ومع رفضنا ومناقشتنا مع اختي بالراحه اختي في الاخر اقتنعت ما ارتبطتش بالشخص ده لحد ما تقدم لها حد تاني محترم وفي كل الصفات الحلوه وظروفه مناسبه مع ظروفنا كلنا وافقنا عليه الا ماما ليه وليه ما لهاش اللي هي عايزاه الموضوع قلب عند مع ماما حاولت تفركش الجوازه بكل الطرق حصلت مشاكل كتيره وعيشتنا في فتره الخطوبه سنه صعبه جدا كانت اسوا سنه في حياتنا وحياه اختي بالذات كل ده بدون اسباب منطقيه المهم في الاخر اختي اتجوزت الحمد لله وعد على خير بس الموضوع فضل مكمل مع ماما في العند والغضب لاننا من وجهه نظرها جوزنا اختي بالغصب مع ان ما حدش فينا غصبها على حاجه وكانت مقتنعه وراضيه حاولنا كتير نفهم امي ان اختنا هي اهي قدامك مبسوطه ومرتاحه ومعاها طفل من جوزها وعايشه حياتها حلوة جدا وعمرها ما كلمتنا واشتكت ولا جات لنا زعلانه طالما بنتك مرتاحه خلاص اظن ما فيش ام بتبقى عايزه حاجه غير راحت ولادها بس ماما ترجع وتقول انتوا جوزتوها غصب عنها وعني، انتوا متخيلين ان اختي اتجوزت من غير ام؟ وفضلت امي بعد الفرح لمده سنه رافضه تروح لبنتها نهائي؟ وفين وفين؟ لما وافقت ترجع تكلمهم اختي وجوزها بس معاملتها جافه مع جوزها واهله، ومع ذلك استحملوا اسلوبها وطريقتها عشان خاطرنا، وبصراحه والله ناس ما قابلتش زيهم في حياتي استحملوا كل ده. ما حدش مثلا اعترض اتخانق او رد عليها نهائي ووصل الامر ان اختي حلفت انها مش هتيجي عندنا البيت تاني بسببها امي يا سالي عمرها ما غلطت نفسها ابدا ولا بتعرف تقول انا اسفه ودايما تقول انا عمري ما غلطت في حياتي وعندها انانيه بشكل غير عادي وقساوه قلب مش ممكن حسب ما قريت شوية في علم النفس تابعت المصطلحات اللي بقت منتشره علي السوشيال ميديا لاحظت ان امي بينطبق عليها كل الصفات الموجوده في الشخصيه النرجسيه والله يا سالي انا لحد اللحظه دي حياتي مجرد تاديه واجب مش حاسه اني عايشه بسببها ولولا اخو جوز اختي اللي ارتبطت بيه وحبني وحبيته الله اعلم حالتي كانت هتبقي عامله ازاي مع العلم ان انا واخواتي مش بنزعل ماما أو بنعملها وحش بس فعلا مش عارفين نتعامل معاها دايما متقسمين لفريقين بسببها في البيت فريق فيه كل اسرتنا وأمي لوحدها فريق متخيلين المهم دلوقتي علاقتي انا وأخو جوز اختي بقت على المحك خايفه جدا من اللي جاي لأن ارتباطي بيه هيفتح الملفات القديمه وهيدوس على الجرح وماما مش هتسكت والموضوع ده اكيد هيكون في رفض من ناحيتها وهتحصل مشاكل كتيره قوي وانا ما بقتش عايزه ولا قادره اخلي بابا واخواتي يعيشوا في هم ومشاكل تاني ولا الانسان اللي بحبه عايزاه هو كمان يشوف اللي اخوه شافه فتره ارتباطه باختي عشان هو والله حرفيا ما يستاهلش كده ولا مامته ولا اهله يستحقوا من فتره ماما حست إن في حاجة بينا وشفت الوش اللي أنا كنت خايفة منه فكلمت الشخص اللي معايا ورسيته على كل حاجة واتفقت معاه يجي يتقدم على طول عشان هي مستنية في الوقت ده إن أي حد يجي يتقدم لي عشان تحاول بأي شكل تخليني أوافق عليه والموضوع يمشي بالعند فيا أنا وهو وعيلته اللي داخلة معاهم طبعا تحدي حبيبي قال لي أنا هستحمل عشانك وهستحمل مامتك عشان هي في مقام والدتي المهم في الأخر نكون مع بعض بس كل أزمتي دلوقتي يا ترى هيقدر يستحمل لحد إمتى؟ يا ترى ماما هتعمل نفس اللي عملته ولا ممكن تعمل أكتر والغضب والعندي يخليها تتمادى توصل بقى للافل الوحش معاه وبعدين يا سالي على طول بتغلط وتسب في العيلة دي مش عاجبينها في أي حاجة مع انهم والله ناس ذوق جدا واحنا نعرفهم ومعاشرينهم بقالنا ثلاث سنين وانا والشخص ده بقالنا ثلاث سنين بنحب بعض فانا دلوقتي خايفه ومحتار ومش عارفه اتصرف ازاي قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ الامهات اخم الامهات لحد هنا خلصت رساله هاجر صعبه صح؟ حاجه صعبه جدا تلاقي افراد البيت كلهم بيتحولوا لفريقين انا وماما واخواتي في فريق ومش عارفه بابا فين او ماما في فريق واحنا كلنا ضدها كل واحد عايز يكسب ويمشي كلامه طب فين بقى ان احنا نتفاهم مع بعض وان احنا نقعد مع بعض على سفره واحده ونقعد نناقش كده هنمشي الدنيا ازاي ايه ده هجر بتقول انه مامتها من الشخصيات الصعبه اللي مش نحن قلبها بالكلام كده ونراضيها وكده طب دي نحل معاها ازاي طيب في حاجه اسمها في الاخر الحب هينتصر ولا ممكن بقى الام تعند لحد ما المشاكل هي اللي تكسب حاجه كمان مش الام لما بتقول حاجه بيكون عندها احساس كده احنا ما نعرفش هو بيجي منين رباني بتكون على حق ولا لا اسئله كتير قوي في حكايه هاجر هنجاوب عليها بس بعد الفاصل استنونا قصتنا النهاردة عن هاجر البنت اللي عايشة في بيت بيتكون أفراده من فريقين هاجر وباباها وباقي إخواتها فريق ومامتها لوحدها في فريق تاني طول الوقت في بينهم تحدي عند وده ظهر لما تقدم لاختها عريس الام كانت موافقه عليه لكن هاجر وباباها وعمامها بأخواتها اخواتها كمان شافوا أنه مش مناسب لحد ما اقنعوا اخت هاجر ان هي ما تفكرش فيه وبعدها تقدم لاختها عريس تاني الام رفضته مع انه راجل كويس اهله كويسين حاولت تبوظ الموضوع باي شكل لما ما قدرتش قالت لك مش هحضر الفرح فضلت مقاطعاها رفضت تزورها لمدة سنة لما رجعت بقى تكلم بنتها تاني بقيت تعامل جوز بنتها وأهله معاملة وحشة جدا رغم أنه بنتها خلفت منه عايشة معاه مبسوطة ودلوقتي هاجر حبة أخو جوز أختها مرتبطة بيه بقالها لها فترة ولما مامتها حست المشاكل القديمة رجعت من تاني وهاجر ما بقتش لاقية أي طريقة ممكن تهدي بيها مامتها اللي شكلها ناوية تعيد كل اللي حصل ده من اول تاني هاجر خايفه ان الموضوع يبوظ مش عارفه تعمل ايه وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد محمود حموده استشاري الطب النفسي عشان نشوف هنعمل ايه زيك يا دكتور حمود ازيك يا اخبارك ايه ايه هنتخانق لا لا مش هنتخانق مش هنتخانق بس شفت انت علمت الناس ايه أوه. مصطلحات النرجسيه وانانيه و... احنا 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 ك... ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي بس مش انا اللي علمتهم والله هم اللي بيقعدوا يقروا وبيعلموا نفسهم مصطلحات وبيستخدموها غلط يعني احنا دايما نقول مش المفروض نشخص بعض ومش المفروض نقعد نقول مصطلحات على بعض. لا ليه لما احب اغيظ حد اشخصه؟ غلط ما ده غلط. ما انا عايز اغيظه. آه عايز اغيظيه عايز قصه ثانيه لكن العادي آه. الناس بقت بتعمل ده الناس بقت كل واحد بيقرا كتابين في علم النفس ولا في اي حاجه. اخويا بقى دكتور ويقعد نفس عشان كده عملنا لهم قصه حقيقيه. ويقعد, ويقعد, يشخص بقى الناس يقول لك ده, ليه ده نظام نرجسيه ده انا خالتي انت اه شخصيه عناديه سلبيه انت شخصيه عناديه ايجابيه اه طب انا هسالك على حاجه ليه بقينا مهتمين بعلم النفس الفتره دي؟ استخدام. يعني انا شايفه ان ده اكتر عصر احنا بقينا بنسيرش على جوجل ونعمل مش عارف انا إيه؟ عايز اقول ان ده سوء استخدام في وجهه نظري يعني المتواضعه ده سوء <applause> يعني استخدام يعني احنا مهتمين بس غلط اه بالظبط كده احنا أوه. احنا عندنا مشكلتين انا دايما بقول كده ما بين الوصمه وسوء الاستخدام ته الطب النفسي يعني يا الطب النفسي موصوم وطبيب النفسي ده طبيب المجانين وما نروحش لدكتور الامراض النفسيه والمرض النفسي حاجه وحشه والادويه النفسيه بتجنن معروف. يا نستهلك بقى الطب النفسي يعني كده يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال الولد قفلنا عليه النور وهو وصغير آه. جاله تروما فلازم نبتدي نشوف الدكتور النفس؟ النفسي مم. اول درس علمهولنا في قسم الطب النفسي جامعه الازهر وانا نايب ما تشخصش حد بره العياده مم. ليه اللي في العياده جاي طالب مساعده اللي بره العياده مش طالب مساعده مش دورك انك تشخصه اللي بيجي لك مش المرضى النفسيين بغض النظر بقى اللي بيجي لك اللي, بيجي لي... اللي بيتعالجوا بسبب المرضى النفسيين مش مهم مين اللي بيجي المهم <تضحايا> التشخيص التشخيص بس بيكون فين في العياده مش ماشي شخص الناس في الشارع لو قررت انك تشخص الناس في الشارع مش هيبقى عندك اصحاب مش هيبقى عندك عيله مش هتتجوز مش هتعمل حاجه لان كل اللي حواليك عندهم دي متعة. مشاكل نفسيه طبعا فمش دورك انك تشخص طب بما اني انا قعدت مع دكاتره نفسيين كتير اديني انا بس جرين لايت بقيت 3 سنين وشويه 3 سنين ونص او 3 سنين, 3 سنين أو. واكتر ممكن انا اشخص الناس انا قعدت مع دكاتره نفسيين كتير انت حتى لو قررت انك تشخص الناس ده غلط بس سيبني بنعمل كده يا اخي ممكن اخضر بصي بصي كانه كانه دي حاجه حلوه ان انا اشخص الناس غلط مش حاجه حلوه ان احنا نشخص الناس طبعا التشخيص في العياده بس اللي جاي طالب مساعده هو الشخص الوحيد اللي بيتشخص ولا اب يقول على ابنه كده ولا ابني يقول على ابوه ده كذا بالظبط كده صح؟ في وسط اصحابي مش المفروض اشخص اصحابي في وسط قرايبي مش المفروض اشخص قرايبي في وسط عيلتي مش المفروض اشخص عيلتي واصلا انا امي نرجسيه وابويا وسواسي انا شايفه ان دلوقتي بجد يا دكتور حموده في الزمن ده المفروض انت بقيت تتغاضى اكتر يعني زمان كان بيقول لك اتغاضى صاحبك على عيبه دلوقتي لا تبقى شايف الغلط وتبقى متاكد منه وتتغاضى عنه وتخ... وتستخدمه في المواقف اللي هو ينفع فيها، لانه خلاص هو يا اما تعتزل الناس، لانه فعلا البركه بقت اعتزال الناس. لا وده برضه غلط. ليه؟ على فكره لانه اصلا المثل يقول لك الجنه من غير ناس ما تنداس. ليه ربنا بيقول بصد. وربنا بيقول إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فاحنا الصح ان احنا نتعارف، احنا كائنات اجتماعيه بطبعنا زينا زي باقي مخلوقات ربنا. فيجي علينا وقت تلاقي الناس هيبقى حلو قوي. الحيوانات ماشيه في سرب، والنمل ماشي في سرب، والنحل ماشي في سرب. واحنا كمان فهماني احنا كمان ما نعرفش نعيش لوحدنا عشان كده جه المثل بتاع من غير ناس ما تنداس ان م. احنا محتاجين وجود الاخر في حياتنا الاخر بيكملنا ففكره ان انا اعتزل الناس واقعد لوحدي دي مش حاجه صح على فكره يعني مش حاجه صح بالعكس اعتذرهم نعم. وغزهم يعني اجيب اللعبه واحنا صغيرين كده بلا... تخش تخش بالكوره بتاعتك وتحلف ما انت ملاعب الفريق كله دي لذيذه آه والله دي متعه المتعه في صح الساندويتشات في الرحله اذلهم ايوه نعمل ايه مع ام مش موافقه هو في حاجه اسمها اصلا فرق في البيت يعني آه. في فرق هو بتحصل ساعات انه الناس بتبقى فرق بس ليه بقى ليه بس, بس لما تبقى فرق تبقى الفرق فيها اتنين هنا واتنين هنا لكن واحد وبقيه العيال كلها دي ما شفتهاش انا كفيله بهم <applause> يعني انا ممكن يعملوا انه يعني ما فيش كده في الدنيا ما فيش حاجه يعني يعملوا كلهم فرقه أنا بس, بس انا لوحدي فرقه فرق, فرق <applause> ماما لوحدها <applause> والباقيين كلهم فرقه ده حتى مش منطقي يعني التقسيمه ما تركبش ما انا ما عرفتش اربي كلهم طالعين زي بابا كلهم طالعين وحشين أنا آه مريضه ولازم اتعالج ما هو طالما انا الناس كلها ضدي يبقى انا مريضه ولازم اتعالج لو الناس كلها يمكن انا شايفه حاجه هما مش شايفينها بصي اصل مفيش حاجه اسمها انا انا لوحدي والناس كلها في فريق سمعت عن فعش. احساس الأم قبل كده اه ماله احساس بتقول الام تقول لك خد جاكيت لحسن الدنيا هتمطر الارصاد نفسها أيوة غلبت مع الام آه آه آه. وبالذات الام المصريه انت ما منين هتمطر أيوة ده انا بعترف ده بيحصل. انا كنت غلطان ده بيحصل ده بيحصل وانسى الجاكيت ده بيحصل تضحك وت... ايوه بيحصل بس في الاخر بتقعدي تشوف السخونيه جت منين ف... فشفت احساس الام يعني انا هنا حاسه انه لا احساس الام ما بيخيبش طب بس خيب في القصه دي لا يمكن عشان اخت هاجر طيبه قوي وعارف الستات اللي دايما يقول لك مصطلح عايزه تعيش آه فبتكبر دماغها آه فما عنها مشكله آه بس ممكن يكون هي من جواها في مشاكل كتير آه لكنك لا تراها وممكن اكون بقول ان انا اوكي لكني لست اوكي دا ولا دا بخير ده لدرجه انها قطعت مامتها وعشان تخاطر جوزها اللي هي بتحبه كويس ممكن مش حاسس ان هاجر و... قومت في الموضوع هاجر شخصيه وانا أنا أنا... مبسوطه بيها لا بالعكس بس مش كده ده انا انا حاسس ان عندها <applause> هاجر عندها مشاكل هاجر نفسها محتاجه تتعالج <applause> يعني هي جايه بتشخص مامتها ايوه بالظبط بتعمل <applause> فيها كده ايوه بالظبط كده هاجر نفسها محتاجه تتعالج عشان سببين السبب الاولاني هي بتشخص مامتها وده مش صح وانا مش موافق عليه احنا زي ما قلنا في اول الحلقه مش عايزين نشخص حد مع ان نفسي كنت اقطع كده خصوصا انها مش دكتوره نفسيه فهي بتقول كلام سلبي عن مامتها وده هيخليها مشاعر سلبيه تتكون تجاه مامتها وفي الاخر دي مامتها كان نفسي اقطع كده عارف لما تشخص. مثلا بتجيب ضيف في الحلقه وتروح جايب له على السكرين الكلام اللي هو قاله مم. فكان نفسي اقطع كده الدكتور حموده واروح منزله حاجه يقول لك ايه كلنا مرضى نفسيين لكن بتفاوت المتف... بتشخص متفقين. الناس ليه وانت قاعد على الكرسي ده مش قاعد في العياده متفقين متفقين عشان انا هنا دكتور نفسي انا أو هنا مش... أوكي. مش انا قال لي انا اجيب جديده انا بره 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 الاستوديو شخصتك <applause> ما شخصتكيش انا هنا جاي دكتور نفسي صح؟ فبقوم دوري كطبيب نفسي ماشي لكن بره الاستوديو ما بشخصش حد ما شخصتش المعد ما شخصتش المخرج بس الاغلبيه كلنا مرضى نفسيين متفاوت متفقين بس احنا بنتكلم دلوقتي بابا يعني هاجر ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على هاجر نفسها هاجر بتشخص امها وده غلط هاجر انت عندها انت مشكله انت قلت عندك مشاكل المشكله الثانيه انه هاجر بتتنبا وبتقرا الافكار وبتقرا مم. الاحداث ده بنسميه القفز للنتائج جامبنج تو كونكلوجن وده واحد من اخطاء التفكير أدوية. هي استنتجت هي استنتجت <applause> انه مامتها نرجسيه واستنتجت انه مامتها هتقف في الخناق في الجوازه وان مامتها مش هتحب خطيبها وانه مامتها هتعمل مشاكل يعني مامتها يعني ما عملت قبل كده بتكلم بناء انا بتكلم بناء على حاجه حصلت قبل كده كل ده استنتاجات يعني ايه يعني المره اللي فاتت حصل المشاكل دي بسبب انه هما ما خدوش راي الام في الجوازه آه وقالوا لها احنا هنجو لكن هنا لو خدوا راي الام والعريس آه طلع ذكي شويه وهاجر استسكت ما استغبتش آه ببساطه شديده الام هتوافق وما عندهاش مشكله يعني بس اللي بيحب يمشي اللي نضحك عليه بكلمتين ونخليه هو اللي يبقى عنده كل الاحداث بالظبط كده بالظبط وحاسس ان هو اهم طرف بالظبط كده واضحك عليه واقول له تخيل بابا مش هيوافق بس انا جايلك كده. يا ماما عشان آه. تحنني قلبه يا سالي. مش لاحقه يا ماما اتصرف الست بجد؟ الفكره كلها ان هم استبعدوها في الجوازه الاولانيه وقالوا لها هو ده اللي هنتجوزه وطز فيكي بس هي قالت حاجتين انا حاسة انت فاهمه بس القصه أيوة. مشيت ازاي بس طب انا, أنا, أنا بقى لو عملت اللي انت قلتيه انا حاسه في حاجتين فيهم تضاد هي قالت ماما اول ما بدات تحس المشاكل رجعت من تاني وقالت حاجه تانيه ماما مستنيه ان انا بس اوافق على عريس عشان أول واحد يعني عشان تمشيني ده, ده كله بقى بقى. ده إيه بقى؟ ده ده اسمه إيه كله ده؟ جامبينج تو كونكلوجن القفز للنتيجة آه نطت لكونكلوجن آه قفز للنتيجة مش مطلوبة ومش موجودة مم. وده خطأ من أخطاء التفكير اللي موجودة عند هاجر مم. فهاجر عندها أخطاء تفكير وأخطاء معرفية واحد إنها بتحط ليبل للناس فقالت على أمها إنها نرجسية مم. فكل ما أمها تتصرف تصرف تقول بص عشان هي نرجسية مم. وده غلط إحنا بنقول ما تحطش لحد ليبل، عارفة أنتِ حد يحط لصاحبه ليبل أنت حسود. أوه. خلاص؟ فكل ما حاجة تحصل أصل ده حسدني. أو اه. أه إحنا حطينا له الليبل ده، ده غلط، ده خطأ من أخطاء التفكير، ده رقم واحد. رقم اتنين الخطأ التاني اللي عندها الجامب تو كونكلوجن اللي هو م. القفز للنتائج، ده هي هترفض، ده هي مستنية، ده هي عايزة، ده هي ده هي ده هي، م. كل دي استنتاجات مش مطلوبة. الحاجة التالتة بقى إنها عمالة تقرا الأفكار بس في أم ما عندهاش بتقرا التواتي. أفكار مامتها وما عندهاش حضن حلو وما عندهاش هي صحيحة عاملة فريق لوحدها ليه؟ ما هو مفيش كده فيش كده لا على فكرة أنا شفت أمهات بتبقى هات... صعبة جدا حتى الأمهات جدا جدا يا حمودة في بقولك إيه؟ بتقر... بتقر خلينا في أمهات بقول لك إيه بتقهر بتقهر الراجل وعيالها عشان هم قلبهم مثلا طيب زيه أنا موافق خليكوا كده أنا, أنا الوحيدة اللي صح أنا بتكلم على أنا بتكلم على القصة دي القصة دي هنا الام مش باين كل التفاصيل اللي هي بتحكيها دي يعني في واحده تقعد ما تروحش فرح بنتها ايه يا اخي ده حصل هنا حصل هنا مشكله كبيره هاجر ما قالتهاش لانها من الفريق الثاني فهمني فهي ما بتحكيش التفاصيل اللي هتبين ان في يعني مثلا؟ اكيد هي في ام هترضى ما تروحش فرح بنتها الا لو تم تهميشها يعني حتى, حتى, حتى لو هي رفضت حتى لو هي الجوازه ولكن هم لو كانوا ادوها دور وحسسوها باهميتها كانت هتحضر ماما انت هتمسكي الشمع وهترش علينا الملح طيب وهتقولي ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر أنا... ايه يا دكتور انا عايز اقول لك <applause> عايز اقول لك بقى مصطلح الام النرجسيه ده لان ده مصطلح دارج جدا ويعني مراهقين كتير وناس كتير بتيجي تقول لي انا امي نرجسيه لا ممكن تبقى ملمسه في النرجسيه عارفه مصطلح الام النرجسيه ده بيطلق على ايه؟, الام اللي بدات تستغل اولادها عشان تكتسب ثقه في نفسها مم. فهي طول الوقت عايزه تشغل اولادها عندها وبتخش في تنافس مع اولادها يعني ايه يعني هي البنت تبقى لابسه هدوم شيك فتتنافس مع البنت في الشياكه تبقى بتلفت الانتباه وتتنافس مع البنت في, في لفت الانتباه تتنافس مع البنت في التفوق وبتغير من نجاح اولادها فاهماني ده نموذج نادر ده ده مش نموذج شائع. موجود دلوقتي على السوشيال ميديا وشفناه كتير وبيستغلوا ابنائهم واول ما الناس تبتدي ما تتفرجش عليها لما ما تجيبش ابنها او بنتها صح تدمر الدنيا بس ده نموذج نادر ولا شائع لا ده نادر واحنا بنجرينا ودي حاجات مش بتاعتنا خا... بس احنا ما كناش كده؟ عليك ده نموذج نادر ففعلا زي ما حضرتك بتقولي آه. كده انه في السوشيال ميديا بنشوف الام اللي بتستخدم اولادها دي ام نرجسيه وبتستفيد منهم في ان هي آه تعمل الشو اللي هتكسب طبعًا. من وراه. بس ده نموذج نادر مش ده المجتمع بتاعنا لانه يعني الطبيعي ومش دي هو امهاتنا يعني مش دي امي ولا امي إن الام تشوفك عايز تشوفك احسن منها مليون مره هو ده الطبيعي صح وهو ده الغالب والشائع طب ما ليه باباك لما يلاقيك عمال بتنجح مثلا او يكون ليك راي يقول لك برضه هتعيش وتموت مش فاهم حاجه وانا فاهم اكتر منك ليه طب ما فرق <applause> الخبره عارف مثلا تيجي تقول بابي ما انا مثلا عارفه فرق الخبره دي آه. ضوئي. آه. سنين ضوئيه يا عم سنين سنين ضوئيه ايه ما أنا السن ما هو تبليك. لو بيقول كده يبقى نرجسي برضه بيقول كده يبقى نرجسي الشائع <applause> انه الاب بيخاف على اولاده وبيحبهم وبيحن عليهم لا والام بقى بتعوض يعني بقى بتغذي بقى بتلعب دور الاثنين بقى انت جميل حلوه البطه جميله تقعد تديك بقى ثقه بقى فاهم <applause> تاني بقى اللي انا عايز اقوله ان مصطلح الام النرجسيه والاب النرجسي اللي بدا يبقى منتشر على السوشيال ميديا اللي احنا ده طول الوقت ده ده مصطلح تم استخدامه بشكل مبالغ فيه والاباء والامهات مش نرجسيين بالطريقه دي ولكن في منهم نرجسي فعلا بس دي نسبه قليله مش ده ولا النرجسي طب والأمهات. ايه معناها ان ام مثلا تدخلني جامعه انا مش عايزاها او اب يخصبني على عريس انا مش مقتنع بيه عشان هو شايف ان هو افقه واعلم وعارف المستوى الاجتماعي وعارف المستوى المادي اللي انا احب اعيش فيه وإن دي مش ده لا لا دي ها. مش نرجسيه ده جهل حتى لو هما متعلمين آه, اه حتى لو هم دكاتره ومهندسين اه, آه وواخدين آه 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 و... و... قدر كبير من التعليم التعليم و... و... التعليم مش الكتاب يعني يقول لك العلم في الراس الحياة. مش في الكراس بالظبط كده فده جهل ده جهل حقيقي مم. هو عنده جهل باللي هيسعد بس انا شايفه ان ايه؟ ابني ما ينفعش يخش في مسرحيه اه انا شايفه دا... انه احسن بكتير جدا انه يخش هندسه جهل... او طب او يطلع ظابط ده جهل من الام لانها منساقه ورا المجتمع بس ده مش معناه انها نرجسيه <applause> مش كل ام هتصر ان ابنها يدخل كليه الطب تبقى ام نرجسيه والا يبقى كده كل امهات لا متابع المصري نرجسي على فكره الاغلبية بيبقوا كده لا. للاسف بس ممكن طب هو ممكن حد يبقى نرجسي في موقف ده جهل لان هم ماشيين ورا القطيع لا ده <applause> جهل ان هم ماشيين ورا القطيع والقطيع عندنا في مصر بيقول ان الدكتور هو احسن حاجه المهندس هو احسن حاجه وهم ماشيين ورا القطيع <applause> فده جهل <applause> لكن مش معناه ان الام دي نرجسيه بالعكس الام دي عايزه ابنها يكون احسن منها فهي ما كانتش دخلت كل الطب وعايزه تدخله كل الطب الاب ده مش نرجسي ده عايز يدخل ابنه اللي هو ما دخلوش لو هو نرجسي هيتنافس معاه وهيبقى عايز دايما يخليه تحتيه آه طب ويخليه يعني ويخلي ايه ويخليه, ويخليه عارفه الاب عارفه الاب اللي هو معاه فلوس والعيال محتاجه فلوس وما يديهمش انا عارفه بكل ايديهم اول شهر يديهم وياكل الحلاوه آه اللي في ايديهم وياكل شي اه, آه, آه ولازم اول آه شهر يجوا يدوا فروض الولاء والطاعه عشان يديهم المصروف هو ده الاب النرجسي فهمني ده نموذج شائع عندنا في المجتمع لا ده نموذج نادر ده يعني ده مش نموذج شائع لما بيطلعوا من بعض نادر. ده نموذج لما نادر لما بيطلعوا من بعض ويقعد يذل في العيال لا لما بيطلعوا من بعض ويذل في العيال فهو بيعمل كده عشان يكيد امهم مش عشان يعالج نفسهم ده يبقى مريض اكتر بقريب... ما... هو مريض بس مش نرجسي كده لازم يتعالج بجد ما هو ده مريض بس مش نرجسي انا بتكلم على الاب النرجسي آه الاب النرجسي انت عايزك كده الاب النرجسي انت بق... انت غايزك التشخيص الغلط ونحنا بقينا نستخدم المستوط لك قريتها على النت انت دي اكتر حاجه غايزك بالظبط كده ليه بقى بالظبط كده عشان هو للاسف الناس بقت بتشخص بعضها طول الوقت وأسوأ حاجه آه. ان تشخصي باباكي ومامتك طبعًا. انت عارفه لما تشخصيهم وتدي لهم ليبل كده آه. كل كلمه بابا هيقولها عشان هو نرجسي كل كلمه <applause> ماما هتقولها اصل هي ست نرجسيه آه. انا او اشخص اخواتي أنا بقى انا صوره ابويا وامي آه. فهماني نزلتها لسبع ارض آه. من ان انا كنت بحترمهم نزلتها سبع آه. ارض ده لما كان ابو ابراهيم كافر فربنا قال له ايه آه. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الي طبعا فهماني وان جهداك على ان تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطوحهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع انا انا بقى كسرت صوره الاب والام مم. وبقى ماما نرجسيه فاي كلمه تقولها لا عشان هي نرجسيه اصلا بتغير مني بابا نرجسي اصلا بيغير مني فهماني فطبعا انا انا, أنا, عندي أنا عندي ضد التشخيص الاب والام رموز والله حتى لو كان نرجسي يعني زي ما بيقولوا على راسي هو كده بالظبط ما, هب... ما بتناقش هو كده بالظبط ما بفهمش الكلام هو ده هو كده بالظبط هو كده بالظبط وده امر ربنا ده ناس بتبقى قليله جدا وده بيبقى من انا بشوفها سبحانك يا رب من رضا ربنا عليك في الجزئيه دي انا مش عايز يديك ذنوب على الحته دي بالظبط كده انه ممكن يسترها معاك عشان الحته دي لانه في ناس بتعملها كتير كده, كده. كده. تخيلي بقى انه البنت اللي بتتكلم على ما وبتقول عليها انا قلت انا مقاطع آه. إن تاني اه, آه. شفتي كده شفتي واللي يقول لك المثل اللي يقول لك اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد طب والله بجد الكلام طبعا فدي مامتها مهما كانت الام هي شايفه ان عندها عيوب او هي تم استثنائها طبعا. أو اراضيها مش هقول اصل امي نرجسيه فانا لا بس هم مش هم مش بيقووا بعض عرفتي مين اللي عنده مشكله؟ لا لسه هاجر لا مش وقتنا. هاجر اللي عندها مشكله مش عندها مشكله مع امها وعماله تعمل يعني ايه هاجر الولد لو جه قدم الراجل ده لو جيت قدم هيبقى تمام الدنيا هاجر عندها يعني مشكله مع امها هاجر عندها آه. مشكله مع امها عماله تشخصها وعماله تشخصها طب ما قالت ان احنا غصبناها عن إن وعملت بتقول وعملت على اختها ان هم غصبوها على الجوازه بغض النظر الام قالت ايه يعني ايه يعني لما مامتك تبقى رافضه حاجه ترضيها آه. وتقنعيها ولا تقطعيها اغيظها ده حل <applause> وهي عارفه انا كنت بعمل فيها <applause> ايه؟ اغزها لحد ما تسمع كلامي بعد كده او لأ انا هسمع الكلام بس انا كنت بعمل عشان كده عشان اخليكي تحبيني اكتر. جميل يا ده, جب ده ده طريقه ثانيه بس في الاخر في الاخر هراضيها اه طبعا مش هبقى واخده ضدها اه طبعا واحده ما بتكلمهاش بقالها سنين لا و... ده, ده نوع من انواع الدلع وان انا انكشها والتانيه 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 عماله تستنتج استنتاجات إن هي هترفض العريس فانا هدخل معاها في صراع يعني المفروض هي حتى رفضت العريس اقنعها ولا ادخل معاها في صراع لا ده انا شخصت امي وبقت امي نرجسيه وانا خايفه من امي اصل هي اللي هتبوظ لي الجوازه أصله الثاني اهم عندها من امها لا بس الثاني قال لها هستحمل هي هي ما انا مين اللي عنده التاني مشكله هو الثاني جدع ده الثاني جدع انه قال لها انا هستحمل إيه؟ ده الثاني احسن منها إيه؟ قال لها مالكيش دعوه انا هستحمل لكن طب ما ده, ده اصل ده ماما هتبوظ الجواز اصل ماما ست مش عارفه ايه طب والجدع ده هيستحمل قد ايه؟ اللي يستحمل قد ايه يعني موتها مو لحد ما تعمل فيه ايه فبعد كده يقول لك انا حقي بسناني و... ولا حقي انا بالأبتي. انا هجري حقي برأبتي. حقي اه سنيني <applause> أنا إيه؟ طيب حقي برقبتي قصدي حقي بسناني انا شفت انا بقول الامثله بقى فظيعه ازاي اقول انا حقي برقبتي ومش اكمل اه فده لغايه حسب... امتى بقى هو يقول لك انا جبت على حسب عم بقى لها جواز ده على حسب قدر حبه اللي هاجر لو بيحب هاجر آه بقدر كبير هيستحمل حاجات كتيره لو بيحبها قليل شويه وهيزهق وهياخد بعضه ويتكل على بعضه ايه ده يعني اللي بيحب اكتر طبعًا بيستحمل طبعا طبعا يعني طبعا انا اعرف واحد استحمل واحده <applause> وابوها نفسه <applause> ما <applause> ولحد دلوقتي بيستحمل عشان آه. الحب الحب آه. يعني الحب يعمل اكتر من كده والله يا هو الحب بيستحمل مين اللي قال كده الحب مش ما محدش بيستحمل عشان الحب الواحد بيستحمل عشان المقابل اللي بياخده ما هو انت لو ما بتاخدش مقابل ما هو. وبتاخد دلع بتاخد كلمتين حلوين بتاخد حنيه بتاخد كويس. احتواء بتاخد احترام كويس. بتاخد ان انت اللي قدامك مراعي عمرك ما هتستحمل ما هو الحب رصيد بيزيد وبيقل يعني لما ماما تزعق له وأنا راضي بكلمتين، هيستحمل ما هو الحب لكن رصيد؟ لكن لما أنا ما, ما أقولوش الكلمتين، عايب. رصيد عشان الحب رصيد مش بيستحمل ببلاش طيب، ما هو ده، ع... ما إحنا بنقول هو الحب رصيد <applause> فهو هيستحمل طول ما هي هاجر ليها رصيد عنده أوه. لما رصيد هاجر عنده يخلص، ولا هيستحملها ولا يستحمل أمها طب امتى الرصيد بيخلص بين المتجوزين؟ لما أو إحنا, بين اللي لما لسة دلوقتي أحنا دلوقتي ما بنشحنش رصيد، إحنا لازم طول الوقت نشحن رصيد <applause> رجالة وستات يعني ايه نشحن رصيد؟ يعني الراجل ممكن كل شويه يجيب هديه يقول كلام حلو ويطبطب ويدلع ويصفر ويخرج فهو كده بيشحن رصيده زي الفل يا وهي كمان غير ما وهي حاجة. كمان ما بيقول ما انا بقول بيدلع ماشي وهي بيدلع كمان لك اجيب لك حاجه وهي كمان آه. لازم تشحن رصيد طول الوقت لان إيه هي تيجي على نفسها في اوقات وتستحمله في اوقات م. وتبقى حنينه وطيبه لأنه هو محتاج ده جدا منها الخناقه ما ينفعش تستمر قد ايه وانه ساعات كتيرة تحط اهل اهله قبلها يعني ده بتشحن رصيد في الحته دي ايه اللي اهله قبلها دي اه ساعات كتيره بتفضل تلعب عليها. في الثوابت لي لي ليه دلوقتي انت بتغوص الثوابت ليه ليه وانا هقفل الحلقه تعمل كده يعني ايه اهله قبلي يعني ساعات كتيره بتشحن رصيد عنده بانها بتشتري خاطر اهله اه دي حقيقه بس أو أعمل نفسي بالسمع بالظبط أو أعذبه هو بدل ما أجي على أهله <applause> فأنا كده بشتري بشحن رصيد <applause> عنده. أنا كده بشتري خاطره وبشحن رصيد عنده مم. فأنا هستحمل أهله واستحمل اللي بيعملوه لما لما حد يديك كلمتين ألومه هو ما ألومهمش هم زي ما هو أه. كده زي ما هو كده خطيب هاجر بيقول لها ما تقلقيش أنا هستحمل هو كده بيشتري بيشحن رصيد عند هاجر بأنه هيستحمل اللي أمها هتعمله فهو بيشحن رصيد عند مين عند عنده هاجر الخناقة ما ينفعش تستمر قد إيه وإلا تقول مش هيكملوا مع بعض مثلا يعني ايه خناقه ما ينفعش يعني الصغير. لو هما متخانقين دلوقتي يعني أوه. احنا مثلا قلنا دي قطع امها سنه دي كارثه طبعا أوه. لو اتنين متجوزين وهما اللي ما, بيتكلموش المفروض ما اطول خناقه تبقى قد ايه لا هو اصلا المفروض اللي متجوزين ما أه. يتخانقوش اكتر من انه ويصحى لهم الصبح يتصالحوا هو بيقول لك يتصالحوا بالليل انا كانوا مدينا ديدلاين بالليل مع ان ده مش حقيقي لا لا احنا بننام <applause> <لا أصلاً تصفيق> بدري طب اسمعي بس في قاعده مهمه جدا للاسف الناس مش فاهماها ارجوك الرجاله غير الستات في كتاب مشهور قوي اسمه رجال من المريخ ونساء من الزهره آه. الست الخناقه عندها لازم تخلص دلوقتي ولازم لما تبقى زعلانه ومقموصه تصالحني وتيجي تقول انا اسف وحقك عليا وتجري ورايا هي عايزه كده اه عكس الراجل الراجل لما يبقى زعلان لازم يدخل الكهف هو مكتوبه كده في الكتاب يدخل الكهف بتاعه يعني سيبوه قد ايه محدش الست بقى بتبقى فاكره ان هو ايه هو زعلان فانا لازم اصالحه لا ما تصالحيهوش انت لما ما بتزودي الخناقه فسيبيه هو هيقعد بس هواد الليل هيصحى الصبح كويس هو كده دخل الكهف بتاعه هيصحى الصبح يتصالح يدور بقى على صالحه الصبح اه شفتي بقى دي المشكله ده فكره حلوه قوي وانا بيها الحلقه دي المشكله بقى يدور على صالحه الصبح ده بالعكس آه. هي لازم تفهم ان هو دماغه كده هو انت في مزاجك انا بقى سبيب سبيب عايز اخش الكهف الصبح سيبيه بالليل وصالحيه الصبح لا شفتي عشان كده هو رجال من المريخ ونساء من الزهره نقرب بقى بعد بقى نقعد في بلوتو شويه عشان ربنا يكرمنا باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله الكواكب بلوتو شال الكواكب خالص نورتني يا دكتور وقلنا في النص الهجر تعمل ايه وهي بقى تضحك على مامتها بكلمتين حلوين بس هي كده. بتقول مامتها ما بترضاش بكلمتين حلوين لا 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 هي لو عرفت تخلي الحكايه جايه من ناحيه مامتها وكان مامتها هي الشخص ان آه كنترول اه او ان تشارج هي اللي كده. مسؤوله عن كل حاجه كده ماما و... ده ماما حتى دي ممكن الورد هي اللي جايبها هتمشي الجوازه هتمشي الجوازه, الجوازة لان هي ما يفرقش معاها هي هتتجوز مين هي يفرق معاها انها تم استثناءها واستبعادها من القصه اللي فاتت طب انا عايز اقول لك خلاص اتحلت يعني دلوقتي تروح تستسر بمامتها قبل ما هو يجي قبل ما العريس يجي يتقدم تقول لها ماما في واحد اتنين ثلاثه اربعه من اه إيه؟ ايوه ايوه طب افرض خرابتها قبل ما قبل ما تيجي تكسب ما مامتها وتخلي مامتها تبقى في صفها هم. تمام عشان في الاخر مامتها توافق على الجوازه ونديها الكنترول نحسسها باهميتها وان الجوازه دي مش هتتم الا لما وافقت لو فا لو فشلت الحركه دي هي هتبعت لنا اكيد على ال متفقين على السوشيال ميديا بص نتراهن انا وانت انا بقول لك لو هي عملت كده صح ها؟ بس هي يعني عندها مشكله مع مامتها هي مش تعمل كده ابدا صح لان لا هي عندها مشكله مع مامتها وعندها تشخيص مسبق لمامتها هي, هي هتجرب اصل ماما نرجسيه هتجرب لا, لا هتجرب وهتظبط المقادير زي ما انت قلت ماشي. بس لو طلع ان مفيش فايده هتبعت تقول لنا بس كده هنتراهن اتفقنا يا جماعه الحلقه دي هنخلصها على رهان بيني انا ودكتور حمود استنونا بعد الفاصل راجعين لكم تاني وقصه حقيقيه اصعب شعور ممكن تحسي بيه اي بنت في الدنيا انها تلاقي مامتها ما عندهاش حنيه او حضن حلو يحتويها والاصعب بقى لما تبقى هي نفسها مصدر المشاكل والقلق عند البنت لدرجه إنها تخش معاها في تحدي عشان تخليها تسيب البني ادم او الانسان اللي هي بتحبه في الوقت اللي كل الناس التانية موافقين وبيباركولها وفرحانين شايفين ان ده اختيار كويس وده اللي حصل في قصتك يا هاجر أنت واختك طب ايه اللي المفروض بقى يحصل؟ احنا سمعنا كلام دكتور حموده ونصايحه ده من الجانب النفسي لكن انا هنا بقى بكلمك بلسان سيلي وممكن اكون مش المذيعه لا واحده حاسه بيكي و... وست وبحس بيكو وبحس بكل البنات وممكن اكون كنت مكانك في يوم من الايام محدش عارف وعشت فتره من حياتي يعني بشخصيه عنيده انا معروف عني ان انا بعند كثير جدا طبعا ممكن اعند اذي نفسي وده مش حلو وعايزه أقولك انه عملت مشاكل كتير جدا مع امي بسبب انه اختلاف بقى وجهات النظر وبالذات بقى في سن المراهقه وفي بقى بيجي علينا وقت عايزين نحس ان احنا شخصيه مستقله وببقى عايزه افكر واخطط و... سيبوني انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي <applause> واحده مش عايزه تمشي بدماغ اهلها اللي بيفرضوا عليها حاجة هي مش حساها أو مش حباها بس أقولك على حاجة هتصدقيني لو قلتلك كل ما بكبر وبشوف أمي بتكبر بحس بندم مش طبيعي على كل لحظة زعلتها فيها لا ومش عشان هي بتقول لي انت لو جبتي بنتي يا رب تجيبيها زيك فانا خايفة من المعاناة دي بس لا عشان لو رجع بيا الزمن كنت عمري ما زعلها مش هعاند معاها حتى في الحاجة اللي يبان مع الوقت إن أنا كان عندي حق لأنه ده نوع من أنواع العقوق تخيلي يعني لما تكسب النقاش ضدهم وتحسسهم إن هم على غلط وإن أنت بقيت تفهم أكتر منهم وبقى عندك رأي وشخصية وعايز تكبر عليهم مع احترامي لينا كلنا إحنا لما بنكبر بيبقى من حقنا نقول رأينا ده نوع من أنواع العقوق ليه؟ يمكن انا امي ما كانتش نرجسيه عمرها ولا عمرها كانت انانيه ولا قلبها جامد لا يا حبيبتي بس مع الزمن بنكتشف انه عمرهم ما يتعوضوا ومهما كانت مشاكلهم او اخطائهم او ممكن يكونوا ما عملوناش كل حاجه اللي احنا بنحبها او ما حبوناش الحب اللي احنا كنا نتمناه برضو هيفضلوا على راسنا واقول لك على حاجه بيطلعوا صح في اغلب الحاجات بالذات الام عايز اقول لكم انه هنا في قصه حقيقيه اول حلقه لينا كانت اكتر من ثلاث سنين لسه فاكراها لحد النهارده يمكن انا تعبت بعدها وزعلت جامد كانت واحده بعدها تقول انا بكره امي قالت تصرفات صعبه جدا مامتها كانت بتعملها بس فضلت احنن قلبها عليها ولا استحملي واصبري طب نراعي ربنا ما هم حرام ساعات بيكبروا بيبقوا خوفهم علينا ده بيتقلب عند تخيلوا ما حدش عارف قد ايه احساس انه تفقد امك وربنا ما يورولنا ابدا وبعد كده ترجع تقول يا ريتك ما مشيت يا ماما ولا يوم من ايامك ان اختك تحلف ان هي مش هتزورها ليه انا كنت اعرف واحده من صحابي ودايما بقولها كانت مامتها جالها الزهايمر حبيبتي فبتكلمها كل شويه يعني ش... تقفل وتتصل تقفل وتتصل وكنا قاعدين مع بعض بتقولي انا زهقت النهارده عدى مثلا اربع خمس سنين تتمنى ان امها تكلمها ال 24 ساعه دقيقه من ال 24 ساعه وارجعي يا ماما زيني ال 24 ساعه فانا حاسه بيكي مقدره موقفك جدا وعارفه انه زي ما في عقوق من الولاد لاهاليهم ساعات احيانا بيبقى في عقوق من الاهل لاولادهم وفي اهل لا تستحق ان هي تربي كل ده مش مختلفين فيه بس برضه الام ام كل التصرفات اللي مش عاجباكي واجيها بالحب بالصبر اتقمصي عيطي ازعلي قولي لها انا ما اعرفش اعيش من غيرك انا ما فيش حاجه اسمها ما بيخشش عليا الكلام ده بالكلمه الحلوه اعمليها بنيه ان انتي بترضي ربنا يا رب انا هستحمل عشان خاطرك لان انا مش عايزه غير ان انا ابقى بره شوفي بقى في النهايه ربنا هيكافئك ازاي صح وخلي بالك انا بخاف من حاجه لما يلاقيني قلبت على مامتي عشان خاطره يضمن منين ان يعني انا ما اقلبش عليه عشان خاطر اي حد تاني ده انا قلبت على اغلى واعز انسانه في الدنيا وهو قال لك هستحمل عشانك سيبيه يتعب شويه عشانك وخليكي مع مامتك بشكركم جدا وهستناكم في قصه جديده بس تكون قصه حقيقيه باي باي